القمة العالمية للحكومات وأهم جلسات اليوم. مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي هما ضيف الشرف الرئيسيان لهذه الدورة العاشرة من دورات انعقاد القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها إمارة دبي وسط زخم من المشاركين سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى القطاع الخاص ورواد الأعمال والإعلاميين والصحفيين. بعد قليل يستعد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الجلسة الرئيسية لهذا اليوم والتي تأتي تحت عنوان اقتصاد العالم بين التحديات والفرص لدفع عجلة التنمية في عدد كبير من الدول التي تشهد يعني عدد آخر من الاضطرابات سواء السياسية أو الاقتصادية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يكون ضيف الشرف الرئيسي أيضا في هذه الجلسة، وسوف يجري معه أحد كبار الإعلاميين الإماراتيين حوارا مفتوحا خلال هذه الجلسة لتقديم النموذج المصري كأحد أهم النماذج الواعدة لاقتصادات الدول الناشئة في الفترة الأخيرة، بالإضافة أيضا إلى التطرق إلى استطلاع رؤية القيادة السياسية المصرية حيال عدد كبير من التطورات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وفي العالم بأسره. هذه الدورة العاشرة، الدورة الهامة من انعقاد قمة الحكومات العالمية، أيضا تأتي متخمة بالكثير والكثير من الموضوعات والقضايا محل البحث والنقاش خلال هذه القمة التي تتناول بعدد كبير هذه الملفات بأكثر من 220 جلسة وورشة عمل وندوة ودائرة مستديرة تتناول عدد كبير من القضايا من أبرزها تعزيز دور الحكومات في المستقبل لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، بالإضافة أيضا لعدد آخر من القضايا، نتحدث عن قضايا الحوكمة، الذكاء الاصطناعي، الشفافية والتمويل المالي للمشروعات التنموية، بالإضافة أيضا إلى ملفات مثل ملفات مكافحة الفقر، الأمن الغذائي، التغيرات المناخية وقضايا البيئة بشكل عام، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من القضايا التي تتعلق تعلقا مباشرا بأوضاع التنمية المستدامة في عدد كبير من الدول مثل قضايا مكافحة الفقر، دفع عجلة التنمية المستدامة، إشراك القطاع الخاص، قضايا التمويل المالي لعدد من المشروعات التي تحتاجها هذه الدول التي تسعى إلى إقرار التنمية المستدامة في بلادها. أيضا من أهم الفعاليات التي سوف يشهدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من اللقاءات التي سوف تجمع سيادته بعدد من الرؤساء والقادة والزعماء المشاركين في هذه القمة، بالإضافة أيضا إلى لقاءات أخرى سوف تجمع سيادته بعدد من كبار رواد المال والأعمال ليس فقط إقليميا وإنما عالميا. منذ نحو الساعة انتهى لقاء هام استقبل خلاله سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، استقبل خلاله السيد الرئيس في لقاء أخوي يعكس متانة العلاقات التي تجمع بين مصر والإمارات. رحب خلاله سمو الشيخ محمد بن راشد بالسيد الرئيس ومشاركة مصر كضيف شرف رئيسي لهذه القمة، وشهد اللقاء أيضا إشادة بالنموذج التنموي المصري كأحد أهم النماذج الواعدة في الدول ذات الأسواق الناشئة. بالإضافة أيضا إلى كل هذا الزخم من المنتظر أن يشارك السيد الرئيس في عدد من الجلسات والندوات التي سوف تمتد بداية من اليوم حتى 15 بعد غد من الشهر الجاري، يتناول خلالها تتناول مشاركة السيد الرئيس تفاعلا مباشرا مع الحضور ومع المسؤولين من مختلف الجنسيات التي تشارك في هذه الفعالية. نذكر في عجالة أكثر من 150 دولة تشارك في هذه الفعاليات، نحو 20 رئيس دولة ورئيس حكومة، بالإضافة أيضا إلى 10,000 مشارك من القطاع الحكومي عالميا أو من القطاع الخاص من كل هذه الدول. نعم، شكرا لك على رشوان، كنت معنا مباشرة من دبي متابعا لقمة العالم للحكومات.